التواصل مستمر وانطلاقة الشوط الثاني والعشرون في مجمل الأشواط الصباحية أشواط اللقاية. نشاهد وإياكم هنا هذا الانطلاق والاندفاع مع هذه الأسماء المنطلقة، ونتابع وإياكم هذه الاندفاع مع سن اللقاية. هنا نشاهد هذا الشوط، هنا المقدمة والصدارة، نتابع شعار الزعبي على المركز الأول، هناك مزون لغانم اللي على المركز الأول، مزون لغانم بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط. هناك نتابع اللي الطموح لحمد بن محمد بن عبد الله الزعبي اللي على المركز الاول، بينما ارى الوصول هنا في هذه اللحظات مزون لغانم بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي المركز الثالث اللي وصلت وبدات تغير الى مقدمه الشوط. في هذه اللحظات زحل لطالب مسلم بن طالب بن عقيل يصل في هذه اللحظات باندفاعته هنا في هذا الشوط وينطلق الى المركز الاول، بين ما أرى شعار اللي من الجانب الأيمن. هناك الانطلاق مع الوصول في هذه اللحظات مع هذه الاندفاع همس لمبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع المركز الثالث المركز الرابع. شوفوا شعار بن برقان مع مرور هنا تصلنا مع المركز الرابع بشعار محمد بن بخيت بن برقان، يصلنا مع رابع المراكز. المركز الخامس يصل على المركز الخامس هيمنة لمحمد بن سالم بن محمد بن بخيت المري مع المركز الخامس. هذه النتيجة، ولكن نرى هناك الانطلاق من شعار الزعبي مع طموح لحمد بن محمد بن عبد الله الزعبي، يصل مع هذه اللحظات ويندفع وينطلق في هذا الشوط. نشاهد هنا هذا الاندفاع مع المراكز الأولى المنطلقة، نشاهد الأسماء، نشاهد التحديات والإثارة والمتعة. نعود مباشرة إلى مقدمة الشوط أيها المشاهدون الكرام، نتابع المقدمة، نتابع المطمع هو الفوز بكل أيضا جدارة، الفوز بالمركز الأول هو هدف وحلم الجميع. هنا نشاهد بن جليميد الدكتور راشد بن ثلاب يصل ويقدم كل جديد، والوالد راشد بن ثلاب أحد عمالقة التضمير. هنا نشاهد في هذه اللحظات من يأتي هنا ويقدم لنا همس على المركز الأول على المقدمة مع مبارك بن راشد بن ثلاب بن جليميد الهاجري مع المقدمة. يا سلام يا سلام بهذا الأداء هنا في هذه اللحظات، راعي مكلف يا سلام في مقدمة الشوط مع انتصاف المسافة، بينما أرى مرور بن برق بدأ يتسلل مع مرور. هنا في هذه اللحظات صاحبة الإنجازات مرور مع محمد بن بخيت بن برقان مع المركز الثاني المركز الثالث، راعية الشكل الممتاز ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء، مع مزون غانم بن حسن بن محمد الجفالي النعيمي على المركز الثالث يقدم مزون بشكلها وداءها اللي ما شاء الله تبارك الله. هنا في هذه اللحظات المركز الرابع المركز الرابع، شوفوا شعار الزعبي، شوفوا شعار زميلنا هنا أيضا يصل مع طموح حمد بن محمد الزعبي، يصل هنا في هذه اللحظات ويقدم لنا طموح بهذا الأداء مع المركز الرابع. المركز الخامس هنا يصلنا أول اسم، هنا أيضا أول إذاعة لها الدوحة لصقر بن راشد بن صقر المريخي، يصل مع المركز، ولكن شوفوا القدوم، شوفوا الوصول، امتياز ناصر بن محمد بن سعيد الصياح المري، وصل الصياح ايضا قدوم اخر. هنا في هذه اللحظات رشا لمحمد بن راشد بن جابر المسعود بقيادة مسعود بن جابر، يا سلام يا سلام 1200 متر على النهاية، وشوفوا مزون غيرت مع المقدمة، ولكن الله الله يا الصياح غير وقلب مواقع
خاطئ موازين هذا الشوط من دفاعه ولا أروع. يا سلام يا سلام، امتياز امتياز من تمتاز بهذا الشكل وبهذا الأداء، ما شاء الله تبارك الله. مرت مرور الكرام واندفعت مع المقدم امتياز الصياح، هنا ينطلق برفقتها وباندفاعتها ناصر بن محمد بن سعيد الصياح المري. المركز الثاني نتابع مزون، مزون على المركز الثاني مع مالكها هنا في هذه اللحظات، غانم بن حسن بالجفال النعيمي على المركز الثاني، ولكن مرور مرور بن برقان على المركز الثاني، تدخلت على المركز الثاني. شوفوا الصراع، ولكن العودة العودة إلى سيدة الموقف مع الخمسمائة متر الأخيرة. هنا الصياح، هنا الصياح مع امتياز امتياز امتياز، اللي ما عنده سبوق يموت حي، لا ولا ذكر. يا الصياح يبين، يا سلام يا سلام، الله يا امتياز، تسجل الناموس وتسجل الفوز في رصيدها ومع ناموسها، وناموسها مع هذا الفوز بهذا الشعار الأزرق المخطط بالأبيض. سلام والتحية والاحترام للصياح على هذا الناموس مع فوز امتياز ناصر بن محمد بن سعيد الصياح المري. هنا في هذه اللحظات تهانينا والناموس على هذا الفوز، وشاهدوا أيضا صاحبة المركز الثاني اللي فاجأتنا في الأمتار الأخيرة. الله يا وقود، وش ذا النهاية، ما شاء الله تبارك الله. وقود لبدر بن مبارك بن ناصر الخليفة، من وصلت مع المركز الثاني، ما شاء الله تبارك الله على هذا الأداء. وقود من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة المركز الثالث، المركز الثالث وصلت هنا مرور لمحمد بن بخيت بن برقان. المركز الرابع، المركز الرابع بلشة لسالم بن جابر بن جبران. المركز الخامس، المركز الخامس وصلت مزون لغانم بن حسن الجفال النعيمي. شاهدنا هذا الشوط مع امتياز سيدة الموقف، تهانينا والناموس الامتياز ولمالك امتياز. 6 دقائق 29 ثانية 53 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك ناصر بن محمد بن سعيد الصياح المري. تهانينا على هذا الفوز. هنا المركز الثاني اللي وصلت مع المركز الثاني وقود. الله يا وقود، من أتتنا بهذه النهاية القوية وفاجأتنا عند الأمتار الأخيرة، توقيتها 6 دقائق 30 ثانية 5 أجزاء من الثانية، تهانينا والناموس لبدر بن مبارك بن ناصر الخليفة. وتهانينا لك يا الحوت أيضا مبارك بن محمد الخليفة، وأيضا لأبو سعود يستاهلون الناموس على هذا الفوز مع انتصار وقود على المركز الثاني. المركز الثالث وصلت مرور هنا من تصلنا مرور، توقيتها 6 دقائق 32 ثانية 51 جزء من الثانية، تهانينا والناموس لمالك مرور محمد بن بخيت بن برقان بن مقارح، تهانينا والناموس للجميع.